برناردو سيلفا، جول غريبة، التسديد الدفاعي من سوكي الفرنسي، فودن التسويب لكن خارج الميدان. هنالك مشاكل دفاع ثابتة لسيد دي بروين جول لرودري، لكن راي على الإسباني، راي على الرودري، هدف فيها خطورة، وصول جرينيش متأخر، وهذا فودن يوزع رياضي راوغ ويحاول التسويب، كرة مرتدة لدكة الاير اللي يكسب مخالفة بعد تدخل الريمادياش. هذا هو دكة الاير، 20 عام، استلام بين كلينتون ماتا وبرناردو سيلفا، وانذار على الانغولي، اول انذار في المباراة، يطلق ناردو سيلفا يوزع جول دي بروين، والحارس سيمون ميريولي، هجوم رايح مانشستراوي الأروشة، يوزع ثاني لكيفن دي بروين، والكورة جول، كانسيلو جول، البرتغالي يمضي ولا يبالي، هذا هو كانسيلو وحده يأتي الأسبقية للفرقة المانشستراوية. كورة عدت تماس للفريق الانجليزي، دو سيلفا انتقل كجناح ايسر، تعدي ضربة جزاء للسيتي، رياض المهاري، يا رياض جول، هو الحارس مليونير على اليمين، ورياض محرز اليسار، وسط رياض جول، والحارس مليونير دي بروين، التسويب، صاروخية نارية والسافرة الرومانية لإيس فان كوفاكس، تولن على نهاية الشوط الأول بامتياز بلمعان. نعود بكم من جديد إلى اليان برايدل بمدينة بروج لمتابعة أجواء تعدي الكرة، كانت هنالك خطورة، إصابة لفيل فودن بعد احتكاك مع الدفاع البلجيكي، كانسيلو ياتي الآن، والركنية مانشستراوية، وصول كانسيلو يعدي أول مخالفة لكلينتون ماتا الأنغولي، كرة رياض، لا، سوا، والإسباني رودري الآن يأتي القرار النهائي، شوا، شتي الكرة، جول، والكر جول، كرة بالجنون وبالفنون من أجمل ما يكون لفريق السيتي، ثلاثية مانشستراوية مذهلة، فيها الكثير من الرياض والمخالفة واضحة، فنيات الدوري الجزائري دارها في الانتظار، الرياض بالمر، جول، الرابع يا سادة، والسيتي سلطان كالعادة. ستيرلينغ التسويب، يسارية لرحيم ستيرلينغ، رياض نيكول بالمر، جول، غريبة من والكر، انطلاقة، فيها جول، لا، يا ستيرلينغ، لفريق سيتي، كرة جول،
بروج البلجيكي عن طريق اصحابها. وهذا الخامس رياض، يا رياض، رياض جول.